مساء الخير أحبائي وأعزائي المشدد. 5 سنوات للمتهم في أحداث كفر حكيم. قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم أو بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر بمعاقبة متهم على خلفية اتهامه مع آخرين. سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بحرق كنيسة بكفر حكيم بكرداسة بالسجن المشدد 5 سنوات. ويذكر أن المتهمين في هذه القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين، وألقى القبض على بعضهم مؤخرا وتم إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريا أمام الدائرة الأولى إرهاب. وأحال النائب العام المتهمين في قضية حرق كنيسة كفر حكيم للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بحرق كنيسة كفر حكيم عقب فض اعتصامي روعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 خلال الأحداث التي شهدتها منطقة كرداسة ومنشية القناطر والانتماء لجماعات أسست على خلاف أحكام القانون من شأنها تعطيل مصالح الدولة وتجدير السلم وارتكاب أعمال العنف. ورد عاجل من محمد صلاح عن اتهامه بالهروب من لقاء غانا. علق محمد صلاح قائد منتخب مصر على الانتقادات التي وجهت له بعد التعادل مع منتخبي موزمبيق وغانا في بطولة أمم أفريقيا المقامة في كوتوفوار. وقال محمد صلاح قبل مباراة كامب أفريدي: أنا مش جاي ألعب كورة فردية وبلعب كورة جماعية، لم نكن موفقين لكن الأداء بيتحسن من مباراة لأخرى، واثق بزملائي في المباراة المقبلة، لا أتخيل أن يهرب لاعب من تمثيل منتخب بلاده. أضاف صلاح في المؤتمر الصحفي للمباراة التي ستقام غدا: متفائل باللاعبين ونتيجة مباراة الغد، وأتمنى الفوز ببطولة أمم أفريقيا. وللعلم لا أشاهد ما يقال عني، وأنا متفائل من الانتقادات وهذا أمر طبيعي في حالة الخسارة. في ناس بيدعموا المنتخب أشكرهم وأختتم: لا أتخيل إن أي لاعب يهرب من تمثيل منتخب مصر أبدا. محدش يجرب مصر. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه رسائل قوية. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرا صحفيا مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية، ووجه رسائل هامة للمصريين والجانب الأثيوبي والرئيس الصومالي. حافظوا على بلادكم، السيسي وجه رسالة قوية للمصريين. تفاصيل: وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة هامة للمصريين قائلا: الصومال دخلت في مشكلة مع بداية التسعينات، ومنذ ذلك الوقت استمرت مشاكل وتحديات عصبت بقدرات دولتها لأكثر من 30 عاما. وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي: حافظوا على استقراركم وبلادكم، وأي تحديات يمكن مواجهتها طالما الدولة مستقرة وآمنة. والدول لو دخلت مرحلة عدم استقرار ما ترجعش بسهولة، ممكن تظل في أزمات على مدار عقود. وتابع أن حجم الاقتصاد الصومالي 7 مليون دولار على عدد سكان 25 مليون نسمة، ولو كان هناك استقرار كان الوضع الاقتصادي سيكون أفضل. أكد أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها. وقال أنه لن نسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها معلقا. محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها، خاصة لو أشقائها طلبوا منها التدخل. نتحاور بعيدا، ووجه حديثه الرئيس الصومالي قائلا: اطمئن وبفضل الله نحن معكم، ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار. محدش هيوافق على كده. الرئيس السيسي وجه رسالة عاجلة لأثيوبيا وقال إن جمهورية الصومال نجحت في 3 مجموعات غاية في الأهمية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي أدى إلى حالة عدم استقرار لسنوات طويلة جدا، والنجاح بشطب الديون التي كانت تثقل كاهل الدولة الصومالية. وأضاف كما نجحت أيضا في رفع الحظر الذي وضع على الصومال منذ 91 بشأن توريد المعدات والأسلحة لها. لافتا وكلام كتير وكلام حلو وكلام رائق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إحالة شيرين عبد الوهاب لمحكمة جنائية عاجلة. كشف صبحي جمال محامي المنتج الشهير محمد الشاعر أن جهاز التحقيق أمرت بإحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جناح الشيخ زايد يوم 6/3 فبراير القادم، مع
لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 23، والتي أقامها موكله ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب لتعديها عليه بالسب والقصف والتشهير. وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغا من المنتج الشهير محمد الشاعر يتهم فيها الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسب وقذف عبر وسائل باستخدام منصة الانستجرام عقب انتشار ذلك الفيديو. وصرح محامي المجني عليها المستشار صبحي جمال أن النيابة العامة فتحت تحقيقا قضائيا في الواقعة، استمعت خلال الأقوال موكل وطلب التقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي دعا إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه، كما طلبت تقرير جهاز الأمن السبراني الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام. فاستدعت النيابة العامة الفنانة شيرين عبد الوهاب لمواجهتها بذلك التقارير وأقوال المجني عليه وتحريات المباحث الجنائية التي عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور متعللة إصابتها بالكورونا، فأمر النائب العام بإحالتها إلى المحكمة الجنائية. وأضاف المستشار صبحي جمال أن النيابة العامة قد أقامت الدليل على صحة الواقعة ونسبتها للفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال أقوال المجني عليه وتقرير البحث الفني والمعدة من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبراني وتحريات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم الخير والسعادة وسلام الرب يكون معكم، آمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم 11 من الشهر المبارك من شهر توبة، أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء وإطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل من رحم الرب يا إخوتي وأبائي، آمين. اللقاني صلى قبل رفع بخور باكر وبملابس الخدمة، وفي هذا اليوم من سنة 31 ميلاديا اعتمد سيدنا وإلهنا وربنا يسوع المسيح من يد القديس يوحنا الصابغ، ويدعى هذا اليوم باليونانية عيد السوفينيا، أي الظهور الإلهي، لأن فيه ظهر الثالوث الأقدس. هكذا الآب ينادي من السماء: هذا هو ابن الحبيب والابن قائم على الأردن، والروح القدس شبه حمامة نازلة عليه، كما شهد بذلك يوحنا المعمدان أن السيد المسيح لما اعتمد صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت ورأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. هذا اليوم الذي قال عنه يوحنا البشير: وفي الغد نظر يوحنا المعمدان يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه يأتي بعدي رجل صار قدامي، لذلك جئت أعلن بالماء. ففي هذا اليوم طهر ظهر مجد السيد المسيح وأنه ابن الله وحمل الله الذي يحمل خطية العالم، لذلك صار هذا العيد عظيما عند جميع المؤمنين فتطهرون فيه بالماء مثالا لمعمودية السيد له المجد، وينلون بذلك مغفرة خطاياهم. لإلهنا المجد والكرامة والسجود من الآن وإلى ظهر الدهور، آمين. يصلى قبل رفع بخور باكر وملابس الخدمة اللقان نياحة البابا يؤنس السادس 24 في مثل هذا اليوم، تذكار نياحة البابا يؤنس السادس 74 صلاة تكون معنا ربنا المجد الدائم، آمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا تذكار نياحة البابا بنيامين الثاني 82 صلاة تكون معنا ربنا المجد الدائم، آمين. أوشية الثمار تقال أوشية الثمار في القداس 18 يونيو، بركات تكون معنا، آمين. ولإلهنا المجد الدائم، آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك.